ابو ياك ما تلعب روح. زين خليني اجيب التوتيه واجي. هاي ما كل توتيه بس الاكاس انا ما كسرها على راسي. خلنا ارتاح تعبت. انا اريد العبك ما لعبك شو سوي سوي يلا روح. شنو هذا الصياح صوتكم عالي؟ على شنو تزعلكم؟ عمو طاطو ما اريد العب لان البار اضربني. عمو والله كذاب لا ضربه ولا هاي. البار اني دفعنا فلوس بابا واشتريناها. عمو كذاب هو بس البار بالليل دفعنا بديل. مرتضى شنو صار شو وياك؟ البارحه جاي نلعب بابا. انا شركه بالطابور هاي ليش ما تلعبوا لك مو خطيه؟ عمو شغال هو بس دفع ربع. صديق دافع بيها ربع هاي طوبة. هو الف وانا الف البارحه جبناها من الاسواق. يعني الفين؟ ايه ماكو مشكله عادي لعبوا العب حبيبي ويا كذاب دفع بس ربع. هسه ودا دفع ربع عادي هسه تونسوا. شو علي انا اريد العب ويا جماعتي؟ هذا كذاب يسكنه يخاف من وش علي؟ لا اخوي انا راح احلها. يا بنت ايش قد دافع؟ الف. وانت ايش قد دافع؟ 1350. انا حاخذها من يمكم اشتريها وانتم العبوا وياها وانتم تكونوا اصدقاء واخوان انتم من المنطقه. صديق كذي هاي الفلوس هذا الالف مالتك وهاي الفين عم زيتك وانتم اخوان واصدقاء ولعبوا ورد المنطقه. عشت لك حسين ربي يوفقك ان شاء الله. يلا بوس اخوك. يلا ماكو شيء ان شاء الله روح العبوا يلا سوي. يلا شيل حمودي.